نسخن بقى بالمعلومات العامة. جاهزين؟ جاهزين. عندنا ثلاث مراحل أسئلة، مرحلة أنا مين أو أنا إيه، ودي الأسرة كلها بتشتبك فيها، أوكي؟ والمرحلتين التانيين صح وغلط، واختار ما بين الأقواس الكتاكيت الحلوين، بس هما اللي هيجاوبوا، ما عرفتوش تجاوبوا عندكم وسائل مساعدة. يلا نبتدي على طول؟ يلا. الله على الحماس، علي صحي قوي، كان نايم وصحي خالص. ماشي، أنا مين أو أنا إيه؟ كبار بقى ركزوا. أنا الجهاز المسؤول عن إجراء التعداد السكاني في مصر. إنتي عارفة؟ قولي. موبايل؟ لا، إيه ده؟ نو. مركز المحاسبة. الجهاز؟ مركز المحاسبة؟ لا. نظم معلومات؟ لا، إيه ده؟ كلهم في كلهم؟ لا. تعداد سكاني؟ أربعة. ما هي الصحة والسكان بقى على كده. تلاتة. اتنين. لا. واحد. انت قلتهم كلهم ولا ايه؟ تعداد السكان. لا، التعبئه والاحصاء ان شاء الله. دي جنبه فاتتك دي. ماشي، اوكي. طيب سؤال هنا. انا بنك داخل مصر من مهامه اصدار النقود الورقيه. ممكن مركز. ايوه ماشي، برافو. انا بقول سؤالك على اساس هو اللي عنده معلومات. لا، ما هو عنده ثقه قوي. ماشي، انا جهاز يستخدم في قياس درجه الحراره. قولي. لا. اسمه ايه لما بنبقى سخنين؟ الترمومتر. ايوه، الترمومتر. برافو. ماشي، سؤال هنا. انا لحظه ارتطام جسمين ببعضهم البعض او التحامهما بعنف. العمليه دي اسمها ايه؟ لما عربيتين اصطدام. ايوه، تصادم. تصادم. ماشي، هنعديها. اوكي. نركز بقى، انتوا المفروض تبقوا عارفين. أنا الشخص الشرير في السنافر، عارفين كرتون السنافر؟ آه. أنا الشخص الشرير في السنافر، هم اللي هيجاوبوا. أوكي. لا. أنا ناسي. أيوة. أنا عارفة إيه؟ إيه؟ لا، مش سنفور. خمسة. طب حرف الشين. أيوة، برافو. ماشي. السؤال هنا، أنتوا برضو. أنا الشخصية الشريرة في فيلم علاء الدين والمصباح السحري، ألادن. اسمه إيه؟ ألادن، كان اسمه إيه؟ جعفر. اي، ماشي، جعفر صح. كان اسمه جعفر. ايوه، كان اسمه جعفر. وده كان اخر سؤال.